من المقرر أن ينطلق اليوم في القاهرة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن 14 فصيلا إلى جانب مستقلين، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني. ووصلت وفود الفصائل الفلسطينية إلى العاصمة المصرية من غزة عبر معبر رفح للمشاركة في الحوار الذي تم التمهيد له بتوافقات بين حركتي حماس وفتح وبرعاية مصرية. ولمزيد من التفاصيل ننتقل إلى مراسلة العربي في رام الله يارا العملي. يارا، صباح الخير. بداية، ما هي أبرز وأهم الملفات التي ستناقشها الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم؟ نعم علي، صباح النور لك وللسادة المشاهدين. طبعا هناك عدد من الملفات التي سوف تناقشها أو يناقشها 14 فصيلا في القاهرة وعلى مدار يومين علي، حتى بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس المراسيم لإجراء الانتخابات في مايو ويوليو وأغسطس. طبعا ظلت هناك ملفات عالقة تحديدا بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل، أيضا الجهاد الإسلامي. وبالتالي هذا الاجتماع الذي ينطلق اليوم بالقاهرة لوضع حلول ونقاشات ومداولات لحل هذه الملفات العالقة، أبرزها ملف الإدارة الأمنية على سير العملية الانتخابية حين تنطلق، وأيضا تشكيل محكمة انتخابات فيما يتعلق بالشق القضائي. تشكيل محكمة انتخابات، الحديث يدور عن أن 9 قضاة من قطاع غزة والضفة الغربية سيتولون هذه المحكمة، بالإضافة للحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني بعد أن تتم هذه العملية الانتخابية، وأيضا الحديث عن ملف القدس وضمان مشاركة أهل القدس في العملية الانتخابية إن وضعت إسرائيل عراقيل لمنع أهل القدس من المشاركة فيها. سوف يتم توقيع ميثاق شرف سيتم وضعه للالتزام بمخرجات هذا الاجتماع إن تم التوافق على كل هذه الملفات التي ظلت عالقة حتى بعد التوافق من الأمناء العامين للفصائل حين اجتمعوا في سبتمبر الماضي واتفقوا على إجراء الانتخابات، وحتى بعد أن أصدرت المراسيم كما ذكرت قبل قليل علي. نعم يرى، يعني استنادا إلى تصريحات الفصائل، هل يمكن التوصل إلى اتفاق جدي فيما بينهم؟ وماذا لو لم يتم التوصل إلى اتفاق؟ كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الانتخابات المقبلة؟ لا شك علي أن هذه الملفات هي حساسة وهي يعني جوهرية بين الفصائل، تحديدا فتح وحماس، فيما يتعلق بالملف أو الشق الإداري الإدارية أو مراقبة الأمنية على سير هذه العملية الانتخابية بسبب الانقسام كما هو معلوم. هناك عدم اعتراف لشرعية على سبيل المثال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، السلطة الفلسطينية تريد تشكيل وتعيين أو الفصائل وعلى رأسهم فتح تشكيل جهة أمنية تشرف على هذه الانتخابات، وهناك خشية بالطبع من المراقبين الفلسطينيين على عدم التوافق تحديدا على هذه النقطة التي من شأنها إن لم يتم التوافق عليها عرقلة أو تأجيل العملية الانتخابية. فيما يتعلق بالشق القضائي، هناك الكثير من الانتقادات للمحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس في العام 2016. هناك خشية من تدخل هذه المحكمة التي تراها حركة حماس على سبيل المثال بأنها غير شرعية، وأيضا حقوقيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يرون أنها غير شرعية ويخشون من تدخل لها في هذه العملية الانتخابية، وبالتالي هناك مطالبات ملحة لتشكيل محكمة الانتخابات للنظر في الطعون والاعتراضات في كل العملية الانتخابية. أيضا هناك خشية من انتهاء هذا الاجتماع دون التوافق على هذه الملفات الحساسة التي من شأنها كما تفضلت عرقلة سير العملية الانتخابية، أو على الأقل إتمامها دون مشاركة بعض الفصائل. إذ حركة حماس قبل الذهاب إلى القاهرة قالت بأنها سوف تعلن مشاركتها من عدمه في هذه الانتخابات إذا تم التوافق على هذه الملفات ووضع حلول لها وتجاوزها. أيضا الجهاد الإسلامي كان قال بأنه لن يشارك في الانتخابات، سوف يحضر هذه الاجتماعات لكنه لن يشارك في هذه الانتخابات إذا ظلت الانتخابات تحت مظلة اتفاق أوسلو. إذن هذه الملفات هي أبرز الملفات التي يريد الشارع الفلسطيني، تريد الفصائل تجاوزها لتذليل العقبات أمام العملية الانتخابية علي.
نعم، ختاما يارا وبإيجاز من فضلك، ما هو المأمول شعبيا من هذا الاجتماع؟ المأمول علي هو تجاوز كل هذه الخلافات وأن يتم التنازل من طرفي حركتي فتح وحماس، تقديم التنازلات بعد أن تأخرت هذه الانتخابات لأكثر من 15 عاما ينتظرها الفلسطينيون هنا بفارغ الصبر. لجنة الانتخابات المركزية قالت أنه أكثر من 1.5 مليون سجلوا إلكترونيا للمشاركة بهذه الانتخابات، وبالتالي هو مطلب فلسطيني أن تجرى هذه الانتخابات، وبالتالي ما يقف عقبة اليوم أمام إجرائها هو عدم حلحلة هذه الملفات. إن يعني لم تستطع الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم وغدا تجاوز هذه الملفات وتقديم كل من حركتي حماس وفتح تنازلات لضمان إتمامها ومشاركة نعم. الفلسطينيين فيها وعلى رأسهم أهل القدس لأيضا وضع حلول وخطط أخرى، كما كانت الحكومة الفلسطينية أعلنت سابقا بأنها ستضع خطط لضمان نعم. مشاركة أهل القدس أيضا في هذه العملية الانتخابية. شكرا لك يارا العملي مراسلة العربي في رام الله، شكرا على هذه الإحاطة.